اللي صار كانت يعني مشاجرة بيننا وبين اثنين اشخاص كويتيين اثنين، فجأة صرنا بوي احنا البديغاردية والانجليز، فكانوا يا طقوا فجأة، احنا ما كنا يعني ما لنا ذنب بالموضوع، انت 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 الحين دورك ان انت يا تحل المشكلة تفك النزاع يعني، ما تحل المشكلة فيه. ولا تطلعنا برا، صحيح ما تينا فجأة وتي تطق بالكرسي ولا بالعصر. خلني اشرحها ونبسطها. انتم مجموعة سافرتوا من الكويت ربع رايحين قبرص، في فترة معينة صار بينكم وبين اثنين كويتيين بمجموعة أخرى ما تعرفونهم وربعكم، لا نعرفهم ولا يعرفون، صارت هوشة فيها تشابك عيادي ولا بس نجرة وصوت وكذا؟ أنا الكلام اللي قاعد أقولك إياه هذا الهوشة ترى بظرف دقيقة، يعني ما حد كان فاهم شنو ليش صار هذا كله. يعني ما صار فيها حد تعور بهالفترة هذه، ما حد تعور، صارت المشكلة ودشوا البوديغاردية. اي والكويتيين هذول وينهم ما ندري. ممتاز، يبون يحلون الموضوع، حلوه بموضوع بطريقة، لا ما كانوا بيحلون الموضوع، ما حد كان بيحل الموضوع، هم جايين مندفعين بطق وبوشة، يعني كانت حرب، ما بقول لك هوشة. ممتاز، والله اقول لك حرب، انا ما اقول، انا ما شفت حياتي انا كذي. قاعدين نشوف على الشاشة ان باينة حرب، يعني ضرب بعنف، وانا ما قاعده اشوف احد يفتش احد، ما في ما كان ما قاعده اشوف ابدا ضرب الايادي، ما كان في، كان في سكين، كان في عصي مسيل دموع. معقوله؟ اي أيوة والله اوف، يعني انا كنت ناطر ان اخسر واحد من ربعي، كنت قاعد اشوف خايف ان اخسر واحد، بس هذا كان الوضع. زين سعود، قبرص يعني مدينه سياحيه ومتعودين على السياح اللي فيها، معقوله كذي تفاعل الامن بهالطريقه الهمجيه معاكم؟ والله شوف انا بقول لك شغله، يعني احنا اللي نعرف ان البودي جارد او ان الامن يعني يطلعك برا بالضبط، يعني يفتش الشباك. اي صحيح. لكن انت تجيني ماسك عصايه وماسك سكين، انا بس اشوفك ما ادري انك انت مو جاي تتفاهم او انك جاي تتوخر. اي مبين من خلاص انت جاي تبي تمد ايدك، تبي تطعني، تبي تاذيني، ف دخلوا علينا يعني عدد مهول، يعني احنا كنا 10 هم تقريبا فوق 30 شخص. يعني مهما كانت شجاعتنا بس غريبه بلحظات يعني تواجدوا بهالشكل. هو الفيديو اللي قاعد تشوفونه المعروض الحين هذا كان نهايه الهوشه، هذا عقب ما طلعنا احنا من المكان اللي كنا فيه، لكن لما طلبنا ان نبي الفيديوهات مالت الهوشه ومالت المكان المسبح نفسه مو راضي يطلعون. أنا بس عندي يعني شغلة حيرتني وأبي أوضحها إذا تسمح لي سعود. أنت ذكرت المسبح. أي نعم. هل هذه الهوشة صارت على المسبح؟ هاي نعم أم لا؟ نعم. نعم. طيب أوكي، اللي أنا قاعد أشوفها الحين في وين بالضبط؟ تقريبا الساعة كم؟ هناك طبعا أنا بقول شغلة، هناك الشمس تغيب عندهم عشان بس نوضح، لأن 7:30 تغيب الشمس. أي فالمسبح لو يعرضونه راح تشوفون إن في شمس. للحين قبل الغروب. اي قبل الغروب، نهايه الغروب، فلما على ما طلعنا على ما وصلنا للشارع العام هم كانوا لاحقيننا على اخر الوقت، يعني اي لاحقيننا للشارع العام. يعني شوف تخيل للشارع العام لاحقيننا بعصي، واللي ماسك نفس ماسك بيده شيء قوه شيء قوه كل هذا حاده تعتبر. اي لاحقنا للشارع وهني قام وضربنا، يعني لو منتشر فيديو ان احنا قاعد نضرب. هو التصوير، أنا أصلاً المقاطعة، هو التصوير جاي من شخص مار مرور الكرام صح وصور، ليش ما تطلعون الفيديو الرسمي اللي هو مالت المحل ولا زي كل مكان في كاميرا؟ صح طلع. سؤال اليوم محمد، أنتوا أول ما خذوكم ودوكم إلى الحجز، حلو، شنو أول إجراء سووه معاكم؟ طبعاً إحنا اللي كنا داقين على الشرطة، عرفت، داقين على الإسعاف، داقين عليهم عشان يساعدونا. صح. ودونا من المستشفى، طبعا خيطون، انا بروحي مخيط اللي قاعد اكلمك العين بستة اماكن. اوف حلو، خيطونا وخلصنا من المستشفى للسجن، قعدنا بالسجن 10 ايام تقريبا، ولما كلمناهم قلنا لهم شوفوا الفيديو، ان هم كانوا لاحقيننا، لما شافوا الفيديو طلعونا، دخلوهم هم. هذا اللي صار. يعني انا اللي محيرني في الموضوع ان هم اللي طلبوا النجده أيوة، لكن انقلب كل وانسجنا وانقلب كل شيء عليهم، وقطعنا كل واحد بروح، يعني مو كلنا مجموعه، حبس انفرادي، انفرادي كل واحد بسجن بروح. هي انفرادي غريب الموضوع. اسمعكم يعني ناس ولا بروحكم؟
بس لا معنا ناس بس إن كل واحد بروح طبعا كل واحد له زنزانته يعني السرير وعزكم الله الحمام وبس كل واحد هذا حق كل واحد زين انا قاعد اشوف ايدك متعوره للحين خالد ايه خالد انت اللي كنت قاعد تلف ايدك في السجن الفيديو اللي بين كنا في واحد كان صح هذا انا هذا بدر بدر ايه زين وانت اصابتك شلون انا اصابتي والله ظاهر مع الشوشره وكذي وواحد حاشني بس ما ادري شلون لما كنت انا هناك اساس انه بروح مستشفى جبسونها حلو. انا لما صارت المشكله وخلصت ما كنت حاس فيها ما كنت اقدر احركها نهائيا فلما قلت لهم انه بروح مستشفى اول شيء ما كان راضي يطلعونا طلعوني تقريبا بعدها بيوم او بيومين سووا لي اشعه وقالوا لي كسر بس قالوا لي انه ما في جبس ما اقدر اجبس لك اياها ليش قالوا ما في تعال باكر قلنا لهم اوكي ماكو مشكله لما جينا باكر هم نفس الموضوع ما كان في جبس انا ترى من اللي كان يوديك الشرطه نفسهم الشرطه اي انا ترى امس الفير مجبسها انا صار لي شهر مجبسها امس الفير مجبسها بس طمنا شلون وضع الايد الحين كل شيء تمام اي زين الحمد لله الحمد لله طيبه بس خلاص